خلينا نروح لخبر لطيف جدا وتكمله لسلسله النجاحات اللي احنا بنتكلم فيها، ان عندنا فعلا ابطال مصريين مؤخرا قدروا ان هم يرفعوا اسم مصر في محافل دوليه مختلفه مش بس محليا. بنتكلم عن المصري علي زين، لو حضراتكم امبارح اكيد تابعته، هو لاعب نادي برشلونه الاسباني ومنتخب مصر لكره اليد، هو توج بلقب دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي في انجاز كان كبير جدا وفرحه كانت كبيره جدا وحاجه كانت محترمه جدا، واسم مصر بيترفع في محافل يعني كبيره وعالميه، حاجه يعني اعتقد تسعدنا جميعا. امبارح التعليقات اللي يعني لو اقول لحضراتكم وانقلها على الفيسبوك وعلى تويتر، الناس كلها فرحانه بيه جدا. هو حصد كمان مع برشلونه اللقب بعد الفوز على كالسي البولندي، دي كانت بنتيجه 37-35 في مباراه امتدت لغايه رميات الجزاء، يعني ماتش كان فعلا قوي جدا عشان يحقق اللقب رقم 11 في تاريخه. شارك كمان في هذا اللقاء علي زين وقدم مباراه جيده، بنتكلم هنا هجوميا ودفاعيا وكده. لو احنا هنرجع بقى بلغة الأرقام والتاريخ، هو أصبح تاني لاعب مصر في التاريخ بيفوز باللقب بعد محمد ممدوح هاشم اللي حققه عام 2018. مبروك عليك يا علي ومبروك علينا، وأعتقد لسه سلسلة النجاحات متكررة في الخبر اللي جاي معاك كمان يا كريم.